أنا محمد شعبان مهندس معماري. جت الفكرة من أنه السوق المصري بيفتقر إلى المباني الإدارية الذكية. مبنى الذكي مش بس اللي بيستخدم التكنولوجيا الذكية أو ما يسمى بمباني الجيل الرابع وهكذا. إحنا يعني أذكر باي ذا واي لما قعدنا مع لي كونسلتنت عرضنا عليه السبيكس اللي احنا حاطينها لباراجون 1، هو حقق ليد سيرتيفيكت باي ديفولت. احنا بنعيد تدوير الهواء مع الفريش اير اللي هينزل المبنى، بنخفض درجات الحراره بالتلامس من غير ما يمتزج الهواء ببعضه، لان ده طبعا ده هواء مستعمل، فبالتالي بتنزل درجه الحراره بتاعت الفريش اير اللي احنا عايزين ننزله بتنزل من 5 إلى 10 درجات. طبعا تكنولوجيا الاي او تي، عملنا استخدام الري نفسه، نظم الري المستخدمه في اللاندسكيب والكميه اللاندسكيب اللي محتاجه ميه برضو محسوبه بشكل دقيق جدا بحيث ما يبقاش فيه اسراف في الميه. انظمه التشطيب الموجوده والكافيتي اللي بين مواد التشطيب الخارجيه وبين المبنى نفسه، وازاي حركه الهواء بتدخل جواها تلطف وتلامس السطح الداخلي كمان، دي مساله برضو مهمه جدا في التقليل في التعامل مع الانفايرمنت وتقليل نقل درجه الحراره. في فريش اير بنسبه لا تقل عن 25% داخل مع هواء التكييف. في فتحات في الشبابيك موجوده متوفره لكل وحده، بحيث انه حتى لو حد عايز ياخد فريش اير جوه وحدته بيقدر يفتح الشباك. في مباني كتير جدا بتعتمد على الميكانيكال فريش اير وما بيعملش اوبنبل ويندوز. يعني اعتقد انه حاجات كتيره من دي كانت خلت المبنى مؤهل انه يحصل بسهوله على شهاده زي الليد سيرتيفيكت.